أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الموظف هل يجب عليه أن يجعل شهرا من أشهر السنة لإخراج زكاة ماله سواء بلغت النصاب أم لم تبلغ؟ الواجب عليه أن يخرج كل ما تم حوله من أمواله، ما تم حوله يجب عليه إخراج زكاة. لكن إذا كان يصعب عليه إفراد كل قسم على حدة ومعرفة حوله، فمن التيسير أنه يجعل موعد واحد للجميع ويخرج الزكاة من الجميع إلى دور السنة، فيكون بهذا قد أدى زكاة ماله وأبرأ ذمته. نعم.